بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل انطلاقة أشواطنا في هذا المساء باستمرارية جميلة على أرضية ميدان السباق المرموم وعلى شاشة دبي ريسنج. انطلق الشوط 11 في انطلاقة هذا المساء الجميل ليحمل لنا كذلك الذلل المحليات الأصايل الذي تنطلق وتتنافس على تحدي وناموس هذا الشوط. نسير مباشرة نذهب هناك، وفي هذه اللحظات ترحيبنا بسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم الذي يصل ويتابع انطلاقة هذا المساء. هذه الانطلاقة راشد بن غدير الذي يقدم شواهين مشاهدين متابعين الكرام. هناك المركز الثاني تأتي فيه الحذرة 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 من طلقة في هذا الانطلاق. هذه الحذرة من هجن زعبيل، تعود العايدة ملكيتها لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع هجن زعبيل في هذا الانطلاق. انطلقت الحذرة على ثاني المراكز بهذا الاندفاع القوي، والمركز الثالث هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. سلهودة في المركز الرابع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. جبارة من هجن العاصفة انطلاقة الكيل والمتر الأخير، شواهين مشاهدين العزاء والحذرة وكذلك هملولة إلى، ولكن شواهين منفردة، شواهين منفردة بالمركز الأول، شواهين منطلقة بالمقدمة. يا سلام، هذه شواهين، هذه هجن العاصفة مشاهدين العزاء، هذه هجن الشتاء والصيف، تنطلق بالمركز الأول، تندفع بمقدمة هذا الشوط لتعلن هذا التحدي، لتعلن هذا الرقص وهذا الإصرار القوي على أرضية هذا الميدان والاستعداد. الحذرة بدأت تتحرك كذلك وتنطلق هناك مع هجن زعبيل وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد يقودها في التضمير على المركز الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام، الله، الأمتار الأخيرة، الأربعمية متر الأخيرة، وشواهين انفردت، انفردت شواهين، أعلنت شواهين خلاص أن هي صاحبة الشوط، هي الذي تنطلق على مقدمة الشوط وتنفرد انفراد كامل بالمركز الأول وبالمقدمة. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام لهجن العاصفة، بل تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وشكرا يا الواثق حمد بن راشد بن غدير. هذه هجن العاصفة دائما، وهذه شواهين تصل إلى خط النهاية وإعلان الفوز وناموس اللحظات الأخيرة إلى خط النهاية. المركز الثاني وصلت فيه الحذرة في ثاني المراكز من هجن زعبيل، بينما المركز الثالث هملولة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الرابع هذا وصول جبارة من هجن العاصفة. هذه الأربع المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط. بقية المراكز لجنة خط النهاية تتابع البقية، ونحن نتابع التوقيت الزمني. هذه الشواهين سجلت أفضل توقيت في مساء هذا اليوم، توقيت متميز ورائع للقاية، 12 دقيقة و 25 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير، وشواهين وتوقيتها وأداها الجميل. بينما الحذرة وصلت في المركز الثاني كذلك، قدمت دور ممتاز في مسافة 8 كيلو مترات. هذه على شاشة التلفزيون مشاهدي العزاء، ونشوف توقيتها الزمني 12 دقيقة 33 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن زعبي، تهانينا كذلك لمحمد راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد المضمر الحذرة. بينما المركز الثالث وصلت فيه هملولة في 12 دقيقة 35 ثانية، جزء واحد من الثانية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. تهانينا للخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. هكذا مشاهدينا متابعين الكرام، الثلاث المراكز بتوقيت الزمني، شوط آخر ينطلق لتعلن فيه ختام أشواطنا في هذا المساء، وهو الخاص بال الذلل الأصايل المهجنات في 8 كيلومترات.